علينا أن نعي معادلة مهمة جدا. العراق مقبل على الآن، الشرق الأوسط مقبل على تغيرات عديدة، الصين وصلت إلى الشرق الأوسط، هناك تهديد المصالح الأمريكية. الحكومة العراقية، حكومة السوداني نفسها، ورد يعني تم تأسيسها في ظرف أقليمي وظرف دولي معين. أي تغيير في قواعد الاشتباك، أي تغيير مثلا تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها، وصول الصين إلى الشرق الأوسط، القمة العربية الصينية، هذا يشكل تهديد خطير للولايات المتحدة. لذلك ربما يتحول العراق إلى ساحة صراع، وهذا يعني له تداعيات خطيرة إن لم يمتلك العراقيين، يعني النخبة السياسية العراقية، يعني مصلحة وطنية، ومن ثم لتأسيس استراتيجية وطنية وقراءة جيدة للمواقف الدولية. لذلك الآن نحن يجب أن نؤكد على جزئيتين: تصفير المشاكل داخل البيت الكردي مهم جدا، في نفس الوقت تصفير المشاكل بين الكرد وتحديد العلاقة بين الأقليم والمركز. لذلك الظرف الأقليمي والدولي وضرورات المرحلة الوطنية تتطلب من الحزبين الرئيسيين أن يكون هناك نوع من التقارب. لذلك كما ذكرت، بدأنا عام 2022 بأزمة، نتمنى في أن نفتتح عام 2023 بعلاقة جيدة، وهناك مؤشرات جيدة تخص هذا الجزئية، والمعلومات تتحدث عن ربما اجتماع. من سيقود يا سيد أحمد إذا ما سمحت لي، من سيقود هذه المؤشرات، خاصة وأن حضرتك قلت بأن بداية العام الجديد ستكون بداية لعلاقة جيدة بين الاتحاد والديمقراطي؟ هل ستقبلون بوساطة رئيس الإقليم سيد نشرفان البرزاني لإنهاء الأزمة التي وصفها بأنها لربما ستقسم الإقليم إلى وحدتين إداريتين، واحدة تضم أربيل ودوك وأخرى تضم السليمانية، وحضرتك أيضا أشرت إلى هذا الانقسام؟ سيدتي، هناك وساطات محلية وأيضا وساطات دولية. أكون صريح مع حضرتك، حتى مثلا كانت هناك رسائل من الولايات المتحدة، من بريطانيا، من الاتحاد الأوروبي. الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي سيشهد تغييرات، ربما سابقا هذه التغييرات كانت تعاني من بعض الصعوبات، أنا أقصد الفريق الوزاري داخل حكومة أقليم كردستان، وهذا سيتم باتفاق بين الحزبين. المعلومات تتحدث سيكون هناك اجتماع مهم، وأكد ذلك أيضا الأستاذ علي، سيكون هناك اجتماع، ربما اجتماع جاد ومختلف عن الاجتماعات السابقة، يأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات الاتحاد الوطني الكردستاني. الوساطات موجودة، والاتحاد والديمقراطي أيضا يرحب بأي وساطة، سواء كانت محلية عراقية أو أي شخصيات داخل الأقليم كردستان، وكان لبعض قادة الأحزاب، على سبيل المثال رئيس الاتحاد الإسلامي السيد صلاح الدين بهاء الدين أيضا كان له جهود جيدة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين. لذلك نحن نرحب بأي وساطات، سواء كانت محلية وحتى دولية، وحتى يعني كانت هناك رسائل من شركائنا وحلفائنا، يعني مثلا كما ذكرت لحضرتك الولايات المتحدة، بريطانيا، الأوروبيين وغيرهم، أبدوا استياءهم من العلاقة المتأزمة. لذلك نحن نتحدث عن مؤشرات ربما تنعكس في بداية العام، والمعلومات تشير إلى ذلك أنه في بداية عام 2023 سيكون هناك اجتماع على مستوى القيادة.